حياكم الله وهلا بكم على كل متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية بأكيد بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج يرهم كلش. اليوم عندنا جوائز وهدايا حلوة راح تكون لكل الشباب ولكل العوائل العراقية. مقدمة أول هدية مقدمة من أرجيلة ريتشمان الألمانية وفحم توم كوكو الألماني وعسل الفخام الإماراتي وأكيد مطعم بارلي وبراند أوتليت و مثلجات ديلاتو وزيونو جروب للمكملات الغذائية وزيت أوركيديا للتجميع. حنبدأ لكم بأول فقرة، ولو اليوم الجو حار ما أعرف ليش اليوم الجو كلش حار اليوم كلش. نبدأ لكم بأول فقرة، هي فقرة قصة ومثل. قصة ومثل، إذا ما راح تعرف قصة هذا المثل تعطيني خمس أمثال عراقية. مثلنا اليوم يقول هو يم العقرب لا تقرب، يم الحية أفرش ونام. شنو قصة هذا المثل؟ شبيها العقرب؟ أويلي على العقرب والحية، هواية بحياتنا حياية وعقارب. ابقوا وياي. شلونك؟ حبيبي عرفت. شو أخبارك؟ الحمد لله. حياك الله. الله يخليك. اسم بالخير؟ فلاح. فلاح. سيف الدين. سيف الدين، تعال. افتر لي افتر لي افتر لي منا 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 تعال. يا حبيبي يا أمه. زين. يعني. عندنا اسئله والاسئله بيها جوائز وبيها هدايا. جوائز عندنا هواي وعندنا هدايا هواي، تمام؟ لكن يراد لك شويه تعرفوا لي قصه هذا المثل، تمام؟ مثلنا يقول اذا ما راح تجاوب على المثل وتقول لي شنو قصه هذا المثل، لازم تعطيني خمس امثال عراقيه. متفقين؟ متفقين. متفقين؟ متفقين. يقول لك يم العقرب لا تقرب، يم الحيه افرش ونام. شنو قصه هذا المثل؟ يم العقرب لا تقرب، لا تقرب، ويم الحيه افرش ونام. نفس الشيء، يعطيني الدقة. هسه انا اول واحد يعرف يجاوب واللي مصفط يخابر. تعال تعال تعال. هلا السلام عليكم. هلا تعال منا اتهم. تعال افشر لي. تعال بس لحظة، قولها بس لحظات انا شوي واخابرش عادي. تنتظر الله شاهد على المصيبة صاحبي هذا. يا شو اسمك الخير؟ حمزة. حمزة توفيق. جوائز وهدايا عندنا حلوات، تمام؟ عندنا فقرة اسمها قصة ومثل، راح اقول لكم المثل. اذا ما عرفتوا المثل شنو القصه مالته تعطوني خمس امثال عراقيه. متفقين؟ تمام. يقول لك يم العقرب، يم العقرب لا تقرب، يم الحيه افرش ونام. شنو قصه هذا المثل؟ يم العقرب لا تقرب، يم الحيه افرش ونام. الحيه تغدر فما تقدر تنام، يعني اذا تنام ما راح تغدرك. العقرب يغدر دقيقه. الحيه من اللي يغدر؟ انا دخلت هو دخل قال الاثنيناتهم يغدر. هسه الاثنيناتهم يغدر؟ لا، واحده تختلف عن واحده. الحياه اذا قبالك ما راح يسويك شيء، مو مثل العقرب. من نايم هات غدرك. اي الا من نايم. فتامن بالعقرب ما تامن بالعقرب. من بالعقرب. اي تمام. اثنينات لا. اثنينات لا. قصه المثل ما تعرفه؟ لا. لا. والله حسب ما افتهمت يعني انه يقول لك العقرب اذا يقول لك يم العقرب لا تقرب، يم الحيه افرش ونام. اي. مو العقرب اذا بس طخيتها لدغتك، بس ما الحيه من واحد راكن ما تلدغه الا اذا كان متحرك. هذا اللي اعرفه على الحيه. اي هذا اللي اعرفه على الحيه انا. قصد قصد وما بي يعني. أيه. انا على افتهمته. افتهمته. اي افتهمته. اللي هو شنو؟ العقرب يقدر. يقدر. والحيه تلدغ. تلدغ بس شلون؟ بالظهر يعني مو بوجهك تلدغك. ما ادري انا ما افتهمت كل شيء من المثل. تعال 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 بس تعال امي تعال تعال. اوكي عوفك من المثل، عوفكم من الامثال. زين ايش هزمت؟ ما افتهمت كل شيء من المثل. وشو اعطيك هديه لعد؟ شو اسوي بالهديه؟ شنو الهديه؟ شو اسوي؟ تتبرع بها اذا فزت؟ اتبرع بها. تمام حلو. ذب جيجرتك وتعال. ذب جيجرتك وتعال. تعال ذبها ذبها وتعال انت والعائله. دي تعال خذ لك هديه وروح. تعال اعطيني خمس امثال عراقيه. خمس امثال عراقيه. شلون والله نسيت. ما يجي على البال. اي والله ما يجي على البال. خمس امثال عراقيه عندك هنا. هو حياك الله. والله نسيت. ماكو؟ ماكو لا. حلو. انا ما احب. انا هم ماكو وياه. عاشت ايدك. ما يعرف تدابيره حنطه تاكل شعيره. هذا واحد. ما يعرف النسر يشويه.
ما يعرف النسر يشوي، هذا مثل انا سامعه. لا دقيقه، ما يعرف دقيقه ما يعرف الصقر يشوي. دقيقه دقيقه، مستحيل واحد ما يعرف النسر والصقر يعني في الوقت يعني يذبحه ويشوي، بينما هو فختيه. اي لا لا مثل بس اي ترس شويه ترى. لا ترى مثال واحد ما شاء الله، بس من تجيده يقول لك حرامي لا تصير سلطان لا تخاف، سلطان لا تخاف، سلطان لا تخاف. اي هاي ثلاثه اثنين اثنين ثلاثه اثنين. استغفر الله العظيم. ببالي راحن اكلها على العارف. ها اي شوف اصلا ماكو احول هناك والله احول. تمام اسمعوا علي، قربوا هنا شوي رفيقات. تعال تعال هنا اختي تعال. عندنا مثل لازم تقولوا لي قصة هذا المثل، إذا ما قلتوا لي قصة هذا المثل تعطوني خمس أمثال عراقية، يقول لك من يم العقرب لا تقرب، يم الحية افرش ونام. ما أدري. ما أعرف. يا راجل. ما أعرف. أيوه. ليش؟ ما أدري أعرف. جاوبنا على هاي الموضوع. يعني شنو مثل يقول؟ يعني فسري لي هذا المثل. يعني العقرب تأذي بس الحية ما تأذي. لا هم ليش ما اي طبعا اذا اذيتها من اللي اذيتها؟ يعني الحيه والعقربه اكيد راح تقرصك. ماشي تمام بس تقربوا لي. طيب خمس مثال عراقي. ما ادري بس اول مثل اعرفه حاكيتي يا بنتي وسمعتي يا جنتي. بس هذا؟ اي ما اعرف يعني حال لا مخطوبين. اها اكو مثل على عمه. شنو؟ يلا انت قولي. هي هاي اي اذا رضت العامة عاد جنه كان ابليس دخل الجنه طبعا. اوكي ما شاء الله بعد ثلاثه. ما ادري ما اعرف. لا بعد تعال تقوليهن. البس ما يعجبك. اي وكل طماطم من ابو المخضر. ما ادري انت ايش تعمل. لا تسالني. انزل المايك. لا تسالني. انزل المايك. لازم تشتغل. أنا؟ ما أشتغل. إيش تشتغل؟ فرنسا مون. حلو تمام. ماكو خمس مثال عراقية؟ لا يعني قرب المايك. ما بطلع لي تمور يعني. زين صوتك حلو ذا تغني؟ لا فول؟ وصوتك؟ يعني حتى إذا أعرف بس مستحيل أغني. ما أعرف إذا ساعدتك الجرأة وغنيتي الرجل ليش هتاخذين هدية؟ هلا بيك حياك الله. هلا بيك حياك هسه دقيقة. ها يلا هاتش المايك. هاتش هسه عمتي شو راضية؟ قربي هنا بس قربي. لا عزيز غني. ها ما أدري للخمسة اثنين. شنو الأغنية؟ أي حاجة ما أدري. اي هذا الحلو كانت يا عمه والله عمده سنة خمس وش انت متزوجين تقول لي ان شاء الله بروح بيت اهلك. لا لا راضيه. زين ما اعرف شنو اغني. انت خسرين. يلا يلا زين يعني هوايه تغني لو شنو؟ تذكرت الامثال كملها. كملها. الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح. اذا العمه رضت عد سنه كان ابليس دخل الجنه. ما يعرف تدابيره حنطه تاكلي سعيره. كل ما يعجبك كل بس ما يعجب الناس. أربعة. ما جد حافظ بس. هسه أنت قلت أربعة أبقى واحد. يم العقرب. لا. هو هذا اللي قلته أنت يم. اللي قلت هذا شنو هو؟ لا مو قلناه تو ما يصير. ما قلت أقوله تقوله يلا. يم العقرب لا يم العقرب لا تقرب يم الحية افرش ونام. يا اخي دفضني مش لحد قلبي دهاك هاك. هاي مقدمة من ثلاجات جيلاتو تستاهل منصور و14 رمضان. ها بس شنو؟ يلا بسرعة بسرعة. ما ادري يعني اغني شوي اقول شكرا واروح. لا لا يعني اغني شوي ولا هواي بس مقطع. هذا الحلو كاتني عم مش بعتري بعشر. يلا 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 هذا الحلو كاتني يا عم فدوش قد أحب وردة كلمة. انتي شلون عمتي بيا ما بتهمتي روحي كلها يمه يا عم يا عم.
الله يكون بعونك. بس اقول لك هاي الحكايه زين. اعطيك الهديه الك. انت رياضي؟ اي تتمرن؟ اي اعطيني اوميجا 3. هاي مو لك ترى الي. عادي. ها اكيد؟ اي عادي. اعطيني نرجيله لو اعطيه اوميجا 3. كيف؟ نرجيله شنو نرجيله؟ لا انت رياضي اعطيك نرجيله؟ لا بس هو يحب النرجيله. نرجيله شنو نرجيله؟ خذ الاوميجا 3 وروح اتمرن وعوف التدخين مو زين عليك. تستاهل. هذا رحم الله وجهك. شكرا. لا بالعكس تونسنا والله. تعال تعال ان شاء الله. خصومات على مركز زيت اوركيديا للتجميل حي دراغ. تستاهل. روح فيلا روبوتكس حتى تدفع فلوس بع. ها؟ انت بتدفع فلوس. والله. اشكرك حبيبي. مشكور حبيبي. مشاهدينا الكرام اكيد بعدنا مستمرين وياكم. ننتقل وياكم الى ثاني فقره من برنامجنا، برنامج جرام كلش، وهي فقره ركز وجاوب. فقره ركز وجاوب حتكون بيها اسئله. هاي الاسئله لازم انه انت قبل لا قبل لا تجاوب ركز. ابقوا معي يعني. حياكم الله. حياك احمد. الحمد لله. شو اخبارك؟ الله يسلمك. خذول عينك. زين ان شاء الله. مشتاق لك انا. يا هلا بيك وحياك الله. حبيبي. حبيبي شلونك؟ الف هلا. مرحبا. نادين الفهد شلونك؟ زين انت شلونك؟ شو اخبارك؟ ماكو ديح شراب ما لحق. شراب ما لحق. تمام. مرحبا. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا حبيبي انت. حبيبي انت. تمام. نبدا وياكم فقره اسمها ركز وجاوب. حتكون بيها اسئله وتكون بيها جوائز. يلا. تكونون فريقين؟ حابين تكونون فريقين لو سوه؟ سوه ما انصحكم. خطاب اريد اسال احمد شلون اركز. انزع حلو بقض هاي. لا بقيها. هاي يلا قاعد اركز. اوكي. تريدون فريقين لو تدون سوى؟ اذا سوى هاي صعبه عليكم. مش بتكون فريقين افضل؟ لا نسوي فريقين. يلا انا راح احول. تعال هنا. تعال تعال. احلى شيء الحياه سعيده قبل الى خارج مو. تمام. السؤال الاول يلا احمد. ها وياكم السؤال. يلا لازم تركزوا حتى تجاوبون. ما تجاوبون انتوا لازم هم يجاوبون. ما هي اكبر دوله عربيه من حيث المساحه؟ ما هي اكبر دوله عربيه من حيث المساحه؟ ليبيا. ليبيا. مصر. مصر. مصر؟ ايوه مصر. ام الدنيا. ايه نادين ام الدنيا. لا لا لازم ويا ليبيا. لا لازم ميلي. ما اقدر ابد. ليبيا؟ اي ما اقدر ابد ويا مصر. مصر؟ ام الدنيا. خسرنا خسرنا احنا خسرنا. يعني قبل شويه السودان. ها؟ السودان. اعيد شويه. انا اسوي السودان. ها ست ليبيا؟ اني لا. مصر. مصر. السودان. 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 بعد كرمز البايع. ها ها بعد بيت ليبيا. لحظه لحظه. لا السودان. السودان. لا لا السودان. والله السودان. السودان تتغير. ادري شنو السودان. والله السودان. يلا هاي هاي السودان. هاي السودان. هاي السودان. هاي قبل السودان. يا تمام. هسه نايمكم انتم تركزون. السؤال هو ما هو اكبر خليج في العالم؟ الله ربك. ما ادري. في العالم؟ اي ما هو اكبر خليج في العالم؟ في العالم ابالي بالوطن العربي ما اعرف. في العالم يا خليج. خليج العربي. في اقول شو خليج؟ اقول لك هاي مو خوش. الفرد طرت علي اللعبه. ماكو. لا لا مجلس هم يجاوبون. خليني انا واحمد فريق. تفضل هنا. لا لا والله تفضل هنا. تعال خليج. يلا تمام. خليج العربي. خليج العربي. ايه خليج العربي. نعم. حلو. يا خليج عربي. العربي. العربي. عليهم ويهم. على الواحد. يعني مو المكسيك. لا على الواحد. ها خليج المكسيك يابا. لا لا مو قلت لك عربي. تقدر يثبت على العربي. هي خلاص قطع. ايه. عربي. احنا ما نعرف. احنا ناس مع عربي. يلا تمام. السؤال الاخر. يلا يلا تمام. اذكر اسم صوت الضفدع. يعني انت تقلدك يا. لا اذكره. شنو صوته؟ لماذا نحن هنا؟ طب مالك هالاسئله الله يخليك. من تجيب هالاسئله؟ شفتوا؟ ضفدع انقرض. حول انقرض ضفدع. انا عشان اسكت قليلا. هذا انقرض؟ ماكو. لا موجود والله عايش وبخير. ايش مدرين يعني؟ شنو السالفه؟ والله ما عايشه وياهم. زي البلبلي غيره ما اعرفه. لا لا والله ايش مدرين يعني؟ والله العظيم. لا سؤال صعب. صعب؟ ايه صوته. صعب ما تعرف. تعال تعال تعال. خطأ. تمام. السؤال الاخر. ايه ركزوا. اذكر
اذكر اسم السورة التي تلقب بعروس القرآن. سورة البقرة. عروس القرآن. يلا فكروا. عروس القرآن. أول من يفتح القرآن إيش نقول؟ فاتحة. فاتحة. والله قلت لك فاتحة. 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 الفاتحة. قلت لك خلاص. الفاتحة. هي قالت الفاتحة. فاتحة. فاتحة. سورة الرحمن. فاتحة. عاشوا. زين. سؤال الأخ. أذكر عدد المجموعة الكواكب الشمسية. 12. دقيقة أي. 12. المجموعة الشمسية 12. أي 12. عدد لي. المريخ زحل بلوتو احسب لها بيدك المريخ زحل بلوتو الارض المشتري كم لي وياه يعني وحدي ما دا اللي اتذكرهم لا اللي اتذكرهم لا وياه نعرف 12 وكو كوكب يعني احنا مقدمين جاوبنا على هاي السالفه نازله تسوق جايه تتغير جو تمام اما نصور لحطيكم لحطيكم المجال تفكرون زين انطينا يعني مثلا نردد وراء كلمات لا هاي راحت تابع الاخير يعني رددينها انطينا مثلا الفعاليه بعدين احد غنين لا ما غني يعني صوتي ها 12 12 12 ما عدت طلع عليها لا ما عدت طلع ما لحقت اغش زين ماشي راح اقول الجواب بس اذا قلت الجواب لازم واحد معكم يعدد لي اياها صح متفقين هن 10 لا هي يعني هاي البالي زحل والمشتري والمريخ وش اسمه والارض قمر وشمس اي ها هي بعد كافي ليش الزياده كنه نقصان ليش خطاب هاي هي خلاص عددهم سبعه يعني عدد خمسه والبنيه هن بسهم شمس وقمر صارنا سبعه سبعه والارض هن قلنا اي ها هي سبعه لا لا هن عشره ثمانية ايه بعد اثنين بعد اثنين اثنين على المشاهدين بالتعليقات يكتبون اياها قالوا نغير السؤال لا هاي احنا فزنا فعاليات احنا فزنا انت قفل على الفعاليات ثمانية هنا ما ذكرى ولا كوكب تمام زين ماذا يسمى بيت الدجاج اتحداك بيت الدجاج الكوخ بالتقاطع تلقيه قلنا 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 الدجاج اي صح القن القن اي القن قلنا الدجاج صح 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 اي القن القن صح القن الدجاج هذا السؤال الاخير لو انتم تجابوه تاخذون الجائزه لو انتم تجابوه تاخذون ها 6 3 وهم واحد انتوا اثنين واحد واحد يا تمام سؤال اخير اذكر عدد عضلات جسم الانسان جسم الانسان كم عضله 72 عضله ايش قد 72 عضله جسم الانسان ب 72 عضله اي 72 عضله جسم الانسان ب 72 عضله بس وخر بحسبنا بو بس بنبي 6500 عضله ليش ايش قد 72 عضله لا هو 600 وايش قد خلي ال 72 اشتروا حايج مو والله 600 خلي نضيف ال 72 انا سامع 72 بالموضوع 600 ايش قد 36 636 تعال امي اذا تعرفها تعال 650 طلع اسم للجوجل 650 اتحدى لك ال 650 650 لا لا 650 والله مو 650 650 شو مو 650 650 لا 620 عضله خلاص بس انا متاكد 650 تعال تعال يمي زين راح اعيد الاسئله لك زين اليوم. اذكر صوت الضفدع عوف السينما عوف الشامية وعوف البيبسي اذكر لي اياه هنا صوت الضفدع ما اعرف ما تعرفه؟ لا ما اعرف غير سؤال تمام هذا انا قلته بس لا تقولوا انتم خليه هو وحده ما هو اكبر خليج في العالم؟ اكبر خليج؟ اي بالعالم ساعدني لا 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 هو ما ساعدش له هني هو ما ساعدش هو أنا ما أعرفه ناديه تعرف شنو هو؟ أي طبعا منو؟ المكسيك عظيم عظيم هو هناك عظيم خطاب عظيم زين ماشي ما هي أكبر دولة من حيث المساحة؟ أكبر دولة؟ عربية عربية خلاص أسدها يلا
منو؟ السودان؟ لا ابد ما حد قال لك لون تيشيرتك، لا 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 قال لك السودان. تعال يمي، تعال يمي. اول شغله في تروحون المطعم وتقعدون؟ لا لا هاي مقدم المطعم باري المنصور شارع 14 رمضان. لا لا باري جماعتنا مره. ما اريد من ارفع شيء غريب، فشي غريب، فشي معروف ما اعرف. شيء غريب لازم تكون لي واحد فانت تنزلي بيها لاحمد واحمد تنزل خلاص اعطيها واحنا نتفق انا ما عندي لازم القمت شيله والفنجان. لا ما جاوبتي. لا ليش؟ ما جاوبتي. الأجوبة الأكثر صارت لهم الهدية الأكبر. هدية لأحمد. ما يصير. لا لا أترجاك أترجاك. ما ترام ما ترام. أعطينا ما يصير. أرجي أعطينا أرجيلة رايتشمان. هاي أرجيلة رايتشمان ألمانية. أي ما ترام. لا لا أنا قلت لك كذا. ما ترام لا تجاوبين على كل أسئلة ما ترام. هاي أول هدية. تفضل نزل من اثنينات نزل من اثنينات انا اقول لك انا اقول لك شيء من ناشي من انا يلا يلا مع السلامه شكرا تعالوا 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 بعدنا يا الله تعال يا امي ابا السؤال تعال يا ابا السؤال خاطب الزوج انا لا هاي ولا هاي لا هاي ولا هاي ابد ابد زين نرقيده لا نرقيده تمام راح يلا ما في مجال نرقيده عندك مطعم بارلي او عندك مثلجات جيلاتو زين لو شو تريد ناري شيء قريب بالمول هنا احنا هنا بالمول ما نقدر لا تطلع من تطلع تروح من الجيلات تاخذ جماعتك وتروح جماعتي اي يلا يا خافي جماعتك اي جماعتك نفذنا بعد خلاص لا ورا لا ايش عندنا يفك عنا يا اخي وما صدق لزمنا ايش يعني شنو خطاف بعد خلاص هاي شنو شكرا عليك اشكرك اشكرك عندك خيار مثل جاج جيلاتو مركز تجميل او مطعم بارلي لا ثلاثه الماريتين ازعل عليك واروح هي هاي شو اسوي ها هي لا لا ماري اريد انا قلت لك يا اما تنتظرين على الفقره الاخيره تغنين بيها هذا اي انتظر ما اريد اروح هسه ها هي حظك اغني يلا ابي الفقره الاخيره لا هسه هسه مثلهم تريد اهل هلك اغني شنو تريد اسوي لك لا لا فقرة أخيرة. بليس رجاء. فقرة أخيرة. أي هسه. موني أريد أروح. ما لازم ما يصير بعد راحوا جابوا خطين حتى وجهه أصفر راح وجه باع 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 وجهه أصفر. لا 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 مستحيل. خطاب إلا منك. تيت خسرك يا شعلي. أوكي هي بقى الفقرة الأخيرة حشارك فيها. الفقرة الأخيرة. لا حبيبي ألف عافية حياتي. بس تعرف شو لازم؟ لازم تبرني وياش فد أربعة خمسة يشاركون. لا لا شنو جد صعبها علي لا حباب لا 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 صعب علي تمام تمام. مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم الى الفقره الثالثه من برنامجنا برنامج رام كل شيء فقره غنوه وشعر هنا راح تكون يا اما شعر يا اما تغني يا اما تاخذون الهدايا وانا اعطيكم المايك وعفكم ما اروح واي اخذها وراحه ابو خوياي يلا يلا نبدي شلونكم حياك باوع انت مره ثالثه حقفل عليك ولو هسه تجاوب لو ما تجاوب ووضعيه امك خربانه حيل كلش للاخير للاخير شلونك زين حبيبي الف تمام مرحبا مرحب شلون اخبارك انا وسهلا الحمد لله الحمد لله تعال نزول ها حلو مرحبا مساء الخير انا قفلت على القضيه مساء الخير حبيبي حياك الله شلونك الحمد لله بخير انت شلونك زين ان شاء الله خير الحمد لله جراء بالموضوع ان شاء الله فول والله ان شاء الله نقول لا انا اقول لك تشاتكم هنا بلاي زحمه يلا يلا من رخصتكم عيني وينه لا شفنا الزوري ولا شفنا الجري ها زين تمام الفقره اسمها غنوه وشعر غني له اغنيه صوته مو حلو اويلي اويلي غني تمام جرب وشوف الصوت الحلو ساعة وتغيب الشمس ساعة وتجينا الليل قاعد اسولف وقاعد اغني صوته مو حلو شويه لازم ادني شويه غنيها صح ساعة وتغيب الشمس ساعة ويجينا الليل نراد حيل ودمع ومنين اجيب الحيل روحي حمامه صفت وبين اهل الدور اشتاقيت لامي انا والخبزة التنور ديرتها لي بالطعم يختلف حتى الماي والهوى يختلف يا مهلي والله واي كل ليله تسوى العمر لو قعده واهلي وياي كيفيت هذه الاغنيه؟ يا حبيبي ضايج لو تريد تغني لا لا بكيفك انت يلا اكو غير من الاغنيه لو لا اغنيه ويلي شو حبي لك؟ يلا شاوب ما عاوب بعد يمك غطيتك كل الفرص يمك شو غني لك؟ تغني لي؟ هي لها رمانه تغني
اي شيء يا حمام الدوح وش مالك تون انت ربع اللي اون ونيت بعد يفرق اهي اي خلصت هي حمام الدوح يا ربعه وخلص طيب المايك ما ربع يلا عيني انت رتيها وش انت لي يمك زين يلا زين عادي صوتي ما حلو والله ايش ما ادري ناني يعني عادي اذا صوتي ما حلو انا هم ما اعرف طب لا تسألني بهاي السالفة خلنا نعبرها هذا الحلو ايدك المايك ماني هذا الحلو كاتني يا عمه شقد احبه ورده كلمه انت شلون عمتي بي ما افتهمتي نار العشق بلوه يا عمه يا عمه هاي هاي بعد انت مقتنع هاي شنو هاي والله ما ادري شنو هاي عمي هدايا اعطيكم تقول لي ها هي يعني مو مني انا غير فقره يا خطاب تعالوا هنا روحوا هناك روحوا باي باي غير هاي الفقره ها انا احبك ليش ليش انت بالذات ها الله دمرت يلا غني لي اغنيه على الاقل مقعد نقتنع ب تقتنعتوا شبه كل اصواته تعبانه والله بعد ما جايك والله بعد ما جايك ما اقدر اغني بعد ما جايك ما عشان يبان عليك والله ورطوني بالمره بعد اغنيه هاي واحد يلا جيران نزلوا بالطرف يا يما احبهم وشوفي اجوا من يا كتر شنه نسبهم ويا يما انا هواهم واتمنى اعيش وياهم قلبي بقلبهم والحمزه احبهم عاشت ايديك يلا الغالي والله ما اقدر بالله ما اقدر تعال باوع تعال 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 والله ما اقدر والله صوتي تعبان مو ما اقدر والله ما اقدر تعال تعال باوع اسمع 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 لا ما اسمع 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 غني 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 والله صوتي تعبان لا غني مو شغل شغل يا انت اي شيء اي حاجه على سمك عمي اذن يا ولد يلا والله ما حاول غني انت وياها يلا ديو ديو مو بس والله صوتي تعبان لا صوت ايش ما بك ايش ما بك ايش ما بك يلا حبيبي يلا محاور والله اي انت وياها يا اغنيه سهله يا اغنيه سهله يا اغنيه سهله حطوا اغنيه يا ديو ديو حسوا لا لا خليني اشوف اغنيه غير انا حافظها يلا حسوا اللي غنيتيه انطي وحده هذا حبكتني يا عمه قديمه والله لا لا هذا حبكتني يا عمه والله محافظ غني محمد سالم هلا شوف اغنيه حافظها سيف نبي قلب 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 غني لي يلا يا ابد تبعك علي العالم هلا يلا احنا وصلنا سينما باوع يلا بسرعه ماكو اخر فرصه لك يلا ابد ابد والله ابد والله ما ادري شغلي انا لا ادري ورطت الناس تتورط يا امي يلا صوتي تعبان بالله ابد مو مشكله اي شيء اي شيء محنجر صوتي والله محنجر يعني هاي شحطه بزردو بس دقيقه يقول صوتي محنجر يعني شنو زنجر زنجر يعني بس هو قال هاي سمه شو شيء اثر يلا غير مره اعطيني شعر والله ما حافظ هاي شغلات ما احبها يعني ولا شو تريد شو تريد اعطيني غير شيء اسئله اجاوب ماشي ماشي بشرط ما راح تغني راح نحسب لك كم نفر هنا ايه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة وتروح العصير زين جيب خمسة كلاسات عصير وتجي بطل عندي متأكد والله متأكد متأكدين ما عنده شباب هاي قبل هاي جيب خمسة كلاسات عصاير هاي قبل هاي ها والله العظيم والله عمي كفو منك كذي معوض صدق كذي هسه احنا نطيج الفنجان ولا رقيلة ها كيفك حبيبي اعطيك الباكج كيفك لا لا ها شو تريدي اريد نرجيله ها شلون والله وين نرجيله ماكو نرجيله ماكو اكو شفتها وش شفتها طيب نرجيله تستاهل ها وهاي النرجيله وياها باكج مال ارجيله تستاهل لا باكج مو هنا باكج هناك وهذا باكج الارجيله وتستاهلين مبروك وانت يا حظي ايش تسوي انا وين علي زوج زوج الحمد لله نعم انا من هو هاي مقدم المثلجات جيلات المنصور هنا او 14 رمضان
انا طلبت الريتشوان بس ما صار مرتين اشارك وياكم قلت لكم على الريتشوان ما حصلت حظي. تعال وين تعالي هذا البكش تستاهله ما يرقيله شو تسوي الريتشوان تلقيها وانت تقعد بالقهوه اقول له عمر لي منها. شكرا لكم مشاهدينا الكرام هاي الاجواء الحلوه احنا نحب نوصل البهجه والابتسامه على وجوه العراقيين وعلى عوائلنا العراقيه ودائما نقول هذا الحلو كاتني يا عمه. والله ايش قد احبه ورده كلمه انت شلون عمتي بي ما افتهمتي نار العشق كبره يا عمه يا عمه. يلا هاي غنى دمك انا هي قلتي والله قلتي. وصلنا لكم لفقرة تردد الكلمات السريعة وخلي نشوف هنا منو راح يجاوبنا على الكلمات السريعة اللي ما حد حيجاوبني عليها اصلا ابقوا وياي. اول شيء شلونكم شو اخباركم وحياكم الله ويا هلا بيكم شلونك؟ والله الحمد لله زين بخير. عبد اللطيف. عبد اللطيف. هنا هنا سوسه سوسه حسين موفق. حسين انت ما كنت شارك شو تريد من عندي؟ ما اقدر اعوفك. شو انا شريت من عندي؟ شيري احبك ما اقدر اعوفك. ايش قال ايش قال؟ بس ما تمام بس بالخير؟ ساره شنا علي تمام ركزوا وياي. الفقرة اسمها تردد الكلمات السريع على حط الجملة لازم تقولي ليها سبع مرات على السريع ما تغلطين أي غلطة متفقين؟ متفقين. قولي لي لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام بسرعة. لحم الحلال ايش فيه؟ لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حرام ايه؟ حلال لحم الحمار حرام بسرعة سبع مرات ما سيطر. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام بسرعه سبعه. لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام. يلا شنو يلا لحم الحلال حرام لحم الحلال حرام لحم الحلال حرام لحم الحلال حرام شلون ما ادري. يلا بس عيد عيد. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال اي شلونك. لا لا حاول هنا اتردتها من الله سيطر الحمد لله. يلا لحم الحلال اخبر صايله. لا يلا لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام بسرعه. لحم لحم الحمام حرام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام ما ايش قلت كله غلط كله قال حرام شلون ما ادري ارجع لك. يلا لحم الحمام حلال. انا يمك وما دا اسمعك. اوكي أي. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. أي. لحم حلال حلال منو؟ اه هذا قمر شنو لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. أي. لحم الحلال لحم هنا شويه رادنا بنزين محسن تمام مو أي. يلا لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام. 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 لحم الحمام حرام لحم الحمار حرام. لحم الحمام اي صحيح صحيح. لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام. بعدين شنو بعدين هواي. لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام. والله عاشر. لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحلال لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. ارجع لك راح نغير هسه انت وياي فيستي راح اعطيكم غير جمله تمام. قولي لي نادين نادي نادين نادي ندى نادين نادى نادين قولي لي نادين نادي نادين نادي ندى نادين نادي نادين نادي ندى نادين. لا شلون يعني شو يصير مفتح متش نادين نادي نادين نادي ندى 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 حلو نادين نادي نادين نادي ندى لا شلون انت ماشي انت مو ضامن امك تمام لا مو حاطك غير حبيبي تمام. قول لي حوش الخميس حوش حوش العفو حوش الشيخ خوش حوش لا غير غير يلا حوش الشيخ خوش حوش
حوش الشيخ خوش حوش. سالفة اليوم يلا حوش الشيخ خوش حوش. اي حوش يلا 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 حوش الشيخ خوش حوش. حوش الشيخ خوش حوش. حوش الشيخ خوش خوش. خوش خوش خوش. اي يلا كمل. حوش الشيخ خوش حوش. حوش الشيخ خوش حوش. باي باي كمل. اي صار 8. لا مو عيد. لا لا عيد 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 عيد. اليوم اللي يخصنا قول ما ابي مجال. عيد يلا. حوش الشيخ خوش حوش. 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 خوش صار 20. ها ها تعال هنا انا هسه راح اجي يمك ان شاء الله. حوش الشيخ خوش حوش. حوش الشيخ خوش حوش. حلو. حوش الشيخ خوش حوش. حوش الشيخ. انا ماكو. بس ماكو يس. لا لا ماكو نفس. قبا سريعه سريعه سريعه. لا ما اقدر. خلي هي والله. ما تقدرين؟ لا. تغنين؟ لا ما اقدر. ما تغنين؟ لا. هلا توك انت شريه. اي يعني ما اقدر. قولي يا بالله عليك كيفك هذا شو؟ خوش حوش الشيخ خوش حوش. 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 هاي سبع مرات. بسرعة قولي لي لقمة وجقمة. أنا نقدر فزت بعد شنو؟ شنو كل ساعة علي؟ أنا فزت سبع مرات. ايش فيش عصبي علي؟ لا عيني. بلا عين ما اليوم. لا لا. صار 14 مرة. أنت ولا أنت ما قلتيها سريعة قولي لي لقمة وجقمة بسرعة. أي واحد لا ما أقدر. لقمة وجقمة. لقمة وجقمة لقمة وجقمة لقمة وجقمة لقمة وجقمة لقمة وجقمة لقمة وجقمة بعد شنو؟ بعد شنو تريد؟ قولي هي شنو هي؟ لقمة وجقمة 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 تمام هسه حلوة يلا لقمة وجقمة لقمة وجقمة لقمة وجقمة أنت قضيها علي ضحك وادي قلبي خلصان اليوم لقمة وجقمة لقمة وجقمة لقمة وجقمة لقمة وجقمة لقمة وجقمة لقمة وجقمة آه شو هاي أول هدية فينا تكون بيها راح تكون مقدمة من مطعم بارلي تندلو وين بالمنصور 14 رمضان يعني ما نفرين ليش الأربعة نعم ليش الأربعة لا في شخصين تياها مبروك عليكم لو تريدون مثلجات اختاروا لا أريد مطعم مطعم بالعافية عليكم أي يوم يكون يعني أنه عادي أي يوم وهذا يكون يعني لازم هذا يعني يكون طبعا وأي يوم راح يكون العرض إن شاء الله لا يوم يكون العرض ها يوم الاثنين الساعة 9 بالليل على يا قناة سام شوف يا قناة حياك الله الله مع السلامة يا حيا يا هلا شكرا لك شكرا جزيلا يا هلا تعال أمي هنا نجيكم الله كريم هاي مقدمة المثلجات جيلات المنصور شارع 14 رمضان انت مرة فزت وراح اعطيك التكملة لا ثاني اكلها اعطيني الباكج لا لا ها شو تقول؟ طلعت هذيك يا اخوي ذبح نفسي عليها والله لا اخابرك يا لا تحاول لا لا ابدا مو ذيك راح لا لا باوع تعال تعال يمي أذا غنيت أغنية والله ما أقدر أبغى أسأل أي ها تبقى أنت ويا الطين الطين غير شيء ماكو هي أنت ويا ما لقمة لا تغنون واحد منهم يغني ويفوز صوته حلو خبر مبين مو واحد يفوز بيها خليه يفوز بالعافية عليه والله شو اسمه أغني له شعر عادي له غنيها والله يلا غني له شعر غني شو أغني مثلا ما أعرف يلا جاتني أغنية وأنا أغني لك ما أعرف بس ما تغني وما ضبطتها تروح الهدية له ما غني وما ضبطتها؟ اي زين طيب نغني اي شيء حتى انا اقولك يلا ما القلب قلب وين ان شاء الله طيب نغني انا اغنيها تختار اي اغنية راح اسجل روحي باسمك طيب المايك شو سجل ما تقول لي شو سجل هاي الجمله لازم تقول لي اياها على السريع بدون ما تتوقف وتقول لي اياها صح لا قول لي نادين نادي 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 ندى نادين نادي نادي ندى لا عيدها بس نادين نادي نادين نادي ندى نادين نادي 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 ندى حلو نادين نادي 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 نادين ندى لا
نادي ندى نادي ندى شنو صارت كلها نادي 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 غيرها لا عفوا علي اعطيك غيرها لا عفوا اعطيك غيرها خل عيدها يلا نادي ندى صار 10 طيب الهدي طيب يا هالهدي تستاهل مبروك عليك نعم الله يهديك وهذا الباكج مبروك عليك وتستاهل وانت حظك 24 ساعة حظك مسخم لا تعرف تقول لي الجملة لا اقول لك ولا قلت لي ولا ساعدتني هاي بس اخي الجملة قالها صح انت حتى اغنية ما خليتني اطيح اكمل الاغنية مالتك حظي شكرا لك مشكورين حبايب قلبي مشاهدينا الكرام اكيد انتهت حلقتنا اليوم وياكم برنامجنا برنامج جرهم كله شكرا الى عوائل وشكرا الى اداره مول المنصور وشكرا الى الشركات الراعيه اللي قدمت هاي الجوائز والهدايا الحلوه طبعا برنامجنا احنا حاب نوصل البهجه والابتسامه على وجوه العراقيين وعلى كل الشباب والعائله العراقيه واكيد تنتظرون حلقه برنامج جرهم كله كل يوم اثنين الساعه 9 بالليل على قناه سامره الفضائيه وتنزل بمواقع التواصل الاجتماعي اللي هو اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام شكرا على حسين وشكرا صالح ولكم بالتقديم خطاب القصاب اقول لكم الى اللقاء